مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو، كابتن محمد سلعاوي، كابتن طاهر رجب، نجوم نادي الاتحاد بالطبع، كابتن عماد محمود وكابتن امام عبد البديع، وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي او استوديو الابطال ومباراه الاهلي والجزيره في نهائي كاس السوبر للسيدات 2022-2023، في تكرار لنفس نهائي كاس مصر في نفس الموسم يا كابتن هيثم، واللي اقيمت على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، وانتهت الحمد لله بفوز النادي الاهلي. باذن الله يبقى فيها الخير، وبرده يبقى فوز النادي الاهلي هو المحصله النهائيه لسلسله بيست اوف فايف او نهائي دوري السوبر للسيدات. باذن الله رب العالمين الاهلي يتوج عقب انتهاء السلسله باذن الله. يمكن اجواء اكثر من رائعه داخل صاله الشباب والرياضه هنا في مدينه السادس من اكتوبر، اجواء رائعه ما بين الفريقين وكمان لجنه المسابقات والاتحاد المصري لكره السله، يمكن اعداد اكثر من رائع للصاله، واقامه المباراه النهارده في اجواء اكثر من رائعه، ولكن للاسف ان المباراه هتكون بدون جمهور كابتن هيثم. ولكن طبعا الجديد في المباراه النهارده اللي هيتم فيها يعني تطبيق تقنيه الاي ار اس او النظام الاعاده الفوريه لمساعده طبعا طاقم التحكيم في الحالات الجدليه. يمكن كمان خليني اقول لك على طاقم التحكيم النهارده، كابتن احمد الجزار، كابتن ريم الشيمي، وكابتن ايمن عوض. وزي ما قلت واكدت ان المباراه النهارده بتقام بدون جمهور. طبعا على اطار استعداد الفريقين يا كابتن هيثم، يمكن الفريقين زي ما قلت لحضرتك التقوا يعني منذ اقل من شهر في مسابقه كاس مصر في المباراه النهائيه، والفوز كان من نصيب النادي الاهلي. يمكن فريق النادي الاهلي بعد الانتهاء من مباراه دور قبل النهائي والتفوق على فريق سموحه، يمكن الفريق اخذ يوم واحد بس اجازه بعد عودته للقاهره، والفريق بقى له اربع ايام يا كابتن هيثم بيتدرب هنا على نفس الصاله وعلى الارضيه نفس الصاله هنا في مدينه السادس من اكتوبر. اتكلمت مع كابتن طارق خيري، قال لي طبعا مباراه مهمه، اي نعم متفوقين طول الموسم على الجزيره وخاصه في مباراه الكاس، ولكن تبقى المباراه في الملعب. الحمد لله احنا فريقنا احسن، في استعداد احسن، عدد اللاعبين كمان الاساسيين بقى كويس، ما فيش اصابات الحمد لله في الفريق. يمكن بس الغياب الوحيد يا كابتن هيثم عن قائمه النادي الاهلي هي جنى الالفي اللي موجوده مع الفريق بتسانده بشكل معنوي فقط، طبعا لان الجامعه التابعه ليها في امريكا هي اللي منعت جنى من ممارسه اللعبه في اي بطولات خارج نشاط الجامعه، يمكن دوت سبب غيابها عن فريق النادي الاهلي. على الجانب الاخر نادي الجزيره، اتكلمت مع كابتن عمرو عاصم المدير الفني للفريق، قال لي بالطبع يعني تارجت اكثر من رائع، احنا حققنا الهدف المرجو ان احنا في اول سنه بهذه المجموعه من اللاعبين الخبرات وعلى كبير جدا من الناشئين ان احنا نوصل نهائي الكاس وكمان نوصل نهائي الدوري ونتفوق على سبورتنج، فده مجهود رائع، وان شاء الله اتمنى للاعيبتي التوفيق يحالفهم في مباراه كبيره امام النادي الاهلي، فريق كبير طبعا. يعني قال لي بنفس التعبير كده كابتن هيثم، انا تقريبا بلعب قدام منتخب مصر مش النادي الاهلي بس، لا معظم العناصر بتاعته بتلعب في منتخب مصر. طبعا ابرز غياب زي ما حضرتك بتتكلم قبل الهوا هو غياب المحترفه الامريكيه عن نادي الجزيره نظرا لانتهاء تعاقدها، يمكن غياب المحترفه ديستني بيتس المحترفه الامريكيه في صفوف نادي سبورتنج بتغيب عن المباراه النهارده، خلاص تعاقدها خلص ورجعت امريكا مره اخرى. بالطبع كمان فريق يعني الجزيره استعد بشكل كبير جدا، يمكن بعد العوده من اسكندريه ورجع متاخر عن النادي الاهلي لانه لعب مباراه فاصله كابتن هيثم، فتدربوا بس لمده يومين، يوم الاثنين كان في نادي الجزيره ويوم الثلاث الامس كان التدريب الاخير ليهم هنا على صاله الشباب والرياضه بمدينه السادس من اكتوبر. زي ما قلت لحضرتك اجواء اكثر من رائعه، مهيئه ان احنا نشوف باذن الله نهائي دوري قوي جدا، وباذن الله ينتهي كالعاده بتفوق وفوز النادي الاهلي وتحقيق بطوله جديده تضاف لبطولات النادي الاهلي ودولاب بطولات النادي الاهلي. دي كانت كل اجواء هنا كابتن هيثم، الكلمه لحضرتك، اتفضل. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا.